دخل كولينمان خوليو سيزار وزوجته ماكلوفيا كوينتراس موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقدم زوجين على قيد الحياة في العالم. تزوج خوليو البالغ من العمر 110 أعوام من ماكلوفيا البالغة من العمر 104 عام في 7 فبراير عام 1941، وكرسا حياتهما للتعليم وأنجبا 5 أبناء ولديهما 11 حفيدا وحفيدة، بالإضافة ل21 من أبناء الأحفاد و9 من أحفاد الأحفاد.